بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر السادة الأساتذة والباحثين والحضور الكرام، أيها الأحبة الأفاضل، تحقيق النصوص، تحقيق التراث حيثما كان وفي أي علم من العلوم، هذا العمل هو امتداد لعمل المحدثين. تحقيق النص عندنا بالمنهج الإسلامي وبالرؤية الإسلامية وتوثيقه، هذا عمل يعتبر امتدادا لعمل المحدثين الذين هم أساتذة التوثيق وشيوخ التحقيق الذين كانوا يوثقون الخبر ويثبتونه ويصححونه أو يضعفونه. فتحقيق النصوص إذن يستند في قواعده العامة وأصوله الكبرى إلى قواعد توثيق الخبر. والبحث العلمي محتاج إلى التحقيق، لأن ما نمتلكه من التراث هو كثير، والبحث والدراسة والتحليل والاستنتاج ينبغي أن يقوم على أساس نصوص. فبقدر ما عندنا من النصوص والأقوال وبقدر ما عندنا من المادة العلمية نستطيع أن نحلل أكثر وأن نفهم أكثر وأن نغوص أكثر وأن نصل إلى نتائج علمية حقيقية نضع عليها أيدينا ونطمئن إليها ونبني عليها. ومن المعلوم أن لهذا الميدان فوارسه وأن لهذا الميدان فوارسه لا بد من الاستفادة منهم ومن عملهم ومن تجربتهم بصفة عامة. التحقيق حينما نتحدث عنه من هذا الباب فنحن نتحدث عن التحقيق عموما، كيفما كان النص المحقق في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو في المنطق أو في أي علم من العلوم، وخصوصا ونحن نتحدث عن التراث الإسلامي الذي تركه علماء المسلمين، وكل ما تركوه وكتبوه بعقولهم وبأفكارهم وبرؤاهم ومناهجهم كل ذلك يدخل في عموم العلوم الإسلامية كما هو مقرر عندهم. وللتوسع يمكن الرجوع إلى كتاب القانون لأبي علي اليوسي، فقد اعتبر جميع ما كان يدرس عند المسلمين في ديارهم وفي مؤسساتهم ومساجدهم، كان يعتبر كل تلك العلوم علوما إسلامية، بما في ذلك العلوم المادية الصرفة، الرياضيات والفلك والجغرافيا والطب، كل هذه العلوم عند اليوسي وعند غيره طبعا هي علوم إسلامية، لأنها درست وصنف فيها بعقلية إسلامية ومنهج إسلامي ونابعة من الذات الإسلامية. لذلك فنحن نمتلك هذا التراث الذي هو منا وإلينا ونبع في أرضنا وسقي بماء تربتنا، فلذلك يحق لهذا التراث أن يحقق وفق مناهج ووفق قواعد دقيقة. بعد هذا الذي نعنيه بالتحقيق بصفة عامة هو إخراج النص كما أراده صاحبه، بغض النظر عن أي عمل آخر، بغض النظر عن الشرح وعن التهميش والتحشية وما إلى ذلك، فإن التحقيق عمل علمي ينتهي أو يجب أن ينتهي إلى إخراج النص المحقق كما ألفه صاحبه
كما وضعه صاحبه وكما أراد له صاحبه، حتى لا نقوي له ما لم يقل، وحتى لا نحرف عليه كلامه، ثم نبني على ذلك الذي قولناه والذي حرفناه وما إلى ذلك. ولهذا فإن التحقيق بهذا المعنى العلمي وبمنهجنا نحن، بمنهجنا نحن المسلمين، هو يمر بأربع مراحل. التحقيق بمعناه الشامل، منظومة التحقيق لها أربع مراحل. المرحلة الأولى هي التي يمكن أن نسميها بمرحلة المقابلة، وهذه المرحلة هي من أهم المراحل، بحيث نفرغ فيها الجهد ونبذل الوسع من أجل أن نخرج للناس نصا صحيحا سليما، نصا مطمئنا إليه، يطمئن إليه القلب ويمكن أن نبني عليه، يمكن أن ندرسه، يمكن أن نستنبط منه ما بداخله. هذه المقابلة إنما تحتاج إلى النظر في النسخ المخطوطة واعتماد واحدة منهن تكون هي الأم، واختيارها أما لغيرها من النسخ لا بد أن يستند إلى معايير وإلى مقاييس علمية، من أهمها أن يعتمد على الأقدم فالأقدم، فإذا كان عندنا نسخة المؤلف فلا يعدل عنها إلى ما سواها، فإن لم نجد فنسخة تلميذه، فإن لم نجد فالأقرب فالأقرب. ثم معيار آخر لا يقل أهمية وهو الأسلم فالأسلم، لأن النسخ قد تتعدد ولكن قد تكون هناك مشاكل وثغرات في هذه النسخ أو في بعضها، فهناك مشكلة الخرم، مشكلة السقط، مشكلة المحو، مشكلة البياض، مشكلة الألفاظ التي لا تقرأ، هذه كلها مشاكل. فاختيار النسخة التي عليها نقابل ينبغي أن تكون أسلم من هذه المشاكل. ثم معيار آخر وهو الأتم فالأتم، لأن النسخة قد تكون جيدة من بعض الوجوه ولكنها ناقصة غير تامة، مبتورة، منقوصة، فكلما وجدنا النسخة الأتم فهذا معيار لاختيارها أصلا لما سواه. على كل حال هذه مرحلة، مرحلة المقابلة، عليها ينبني ما سواها، لأننا في المراحل الأخرى إنما سنقوم بشيء خارج عن النص من حيث هو نص، سنقوم بشيء يتعلق بمضمونه، بمعانيه، بما فيه من المحتويات، لكن المحطة هذه هي محطة إخراج النص نفسه الذي كل ما سواه منبن عليه، فيجب أن تتقن هذه المرحلة. ولذلك كان التحقيق عند المستشرقين يتركز أو يرتكز على هذه المرحلة ولا يهمه غيرها. المقصود عند التحقيق، تحقيق المستشرقين، هو إخراج النص كما هو، ولا يدخل عندهم في التحقيق ما سوى هذا، ذلك أمر زائد، ذلك أمر نافلة وأمر تكميل، لكن الأساس هو إخراج النص على الوجه الأكمل الأتم. فلذلك هوامش التحقيق عندهم كلها هوامش المقابلة عندنا. فإذا هذه مرحلة المقابلة، ثم تليها
مرحلة التحقيق بمعناه الأخص، وهو خدمة النص من حيث محتواه ومن حيث مضمونه. فيدخل في هذه المسألة كثير من الأمور، يدخل فيها تحقيق المسائل العلمية. نحن في الفقه مثلا، فإذا هناك مسائل فقهية ينبغي أن يعمد المحقق إلى بسطها، إلى استكمالها، إلى تصحيح ما فيها من الأخطاء، إلى التعريف بما يحتاج إلى التعريف من أعلامها وكتبها ومصطلحاتها وما إلى ذلك، التعليقات. فإذا هذه مرحلة أيضا مهمة جدا، وهي التي يمكن أن نفرد هوامشها ونجعلها مستقلة متميزة عن هوامش المقابلة. ثم مرحلة ثالثة هي التي يمكن أن نسميها بمرحلة التكشيف، وهذه مرحلة متوجة، بحيث يقوم المحقق الذي عاش مع ذلك النص ومع مصادره وأصوله ومع قراءة هذا النص مرات وقراءة ما به يدخل إليه من الكتب الأخرى، إذن له صلة وثيقة عميقة خاصة بهذا النص، فهو أجدر وأحق بأن يخدمه من حيث الفهارس والكشافات العلمية التي هي مفاتيح لهذا النص، لمن أراد أن يدخل إلى أعماقه وأن يستفيد من مضامينه وأن يقتنص صيده وأن يضع يده على كنوزه العلمية. فإذا هناك طبعا عبارة تكشيف تدخل فيها الفهارس بمعناها التقني، والفهارس التي هي كشافات علمية، وخصوصا التي تختزل مسائل النص، المسائل العلمية والمحتويات العلمية التي قام عليها النص المحقق. ثم ما يتبع ذلك من القواعد، مثلا نحن في الفقه مثلا نستخرج القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والمصطلحات العلمية وما إلى ذلك مما يتعلق بمحتوى النص وبمضمونه وبمعانيه وأسراره وما إلى ذلك، تكشيف. ثم أخيرا هناك عمل يدخل في عموم التحقيق، لكنه عمل خارج عن ما ذكرناه، وهو الدراسة، بحيث الذي بحث في هذا النص واشتغل بتحقيقه هو أيضا أجدر وأولى بأن يغوص في معاني هذا النص ويقدم لنا دراسة علمية عنه، خصوصا من جهة المنهج، منهج صاحب هذا النص، سواء من جهة الخارجي أو من جهة الداخل، وصف هذا النص من خارجه ومن داخله. من خارجه الأمر يتعلق بالنص من حيث هو بصفة عامة، ترتيب مادته، ما هي عناصر مادته، أصوله، مصادره إلى آخره. فكأننا أمام بناء نراه من الخارج فنريد أن نصفه، ثم بعدئذ ننتقل إلى الداخل فنصف منهج صاحب النص من عمقه، كيف تناول هذا النص، كيف تناول مسائله، وكيف تناول قضاياه، وكيف تناول محتوياته، مستوى التناول، مستوى التحليل، مستوى العرض العلمي.
هذه أبرز أو هذا أبرز ما يدخل في الدراسة. ثم هناك لواحق وضمائم أخرى تدخل في مسمى الدراسة. هذه إذن محطات أربع بهن يكتمل التحقيق حيثما كان في الفقه أو في ما سواه. وانطلاقا منها، انطلاقا من هذا العام إلى موضوعنا الخاص وهو تحقيق كتب الفقه، صعوباته ومشكلاته، وهذا اقتراح جيد أثمنه وأنوه به. الحديث عن هذه الصعوبات وعن هذه المشكلات التي تواجه الباحث في تحقيق النصوص الفقهية هي كثيرة، ولا نستطيع في هذه الجلسة أن نلم بها، ولكن سأثير وأعرض جملة منها أحسبها من كبرياتها ومن أصولها. أول هذه الصعوبات والمشكلات التي ينبغي التنبه لها، أم الصعوبات وأم المشكلات، هو الإقدام على تحقيق كتاب من كتب الفقه من غير أن يكون عند المقدم الزاد الكافي والبضاعة اللازمة. التحقيق أيها الأفاضل ليس هو عملا كتبيا، المحقق ليس مجرد كتبي ولا هو وراق ولا هو تقني. التحقيق ينبغي أن يدخل من بابه العلمي، ولذلك كان علماؤنا من قديم يطلقون هذا اللفظ، لفظ المحقق، يطلقونه على الذي هو قد أشبع من العلوم، وصارت العلوم تتلاقى في فكره وفي عقله ويستفيد منها وهي متناسقة، ويفيد منها وهي متناسقة، لأن العلوم الإسلامية بصفة عامة هذا هو شأنها، شأنها أنها لا يمكن الاستفادة منها على الوجه الأتم إلا وهي متناسقة مترابطة متماسكة، يأخذ بعضها بحجز بعض، لأنها هكذا نشأت العلوم الإسلامية، هكذا نشأت، نشأت كتلة معرفية واحدة بعضها من بعض. ثم ما وقع لها من التشعب والتفرع إنما هو من جهة المنهج، ولا يعني أبدا انفكاكها وحصول القطيعة بينها. فمن فعل ذلك ودخل إلى الميدان بهذه الرؤية وبهذا الفهم فقد أخطأ السير، ولا يمكن أن يصل إلى المبتغى. فإذا الدخول إلى ميدان تحقيق كتب الفقه ينبغي أن يكون بزاد كاف وبضاعة كافية من العلوم الإسلامية، على الأقل يعني ما يتعلق بالجانب الشرعي، العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية أخص من العلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية كما قلنا هي كل ما عند المسلمين من تراث، لكن العلوم الشرعية من فقه وأصول وتفسير وحديث وما إلى ذلك لا بد أن يكون عنده يعني حد كاف وحظ كاف منها، لأن الكتاب الذي يحققه وهو الفقه، كتاب الفقه هو هكذا، وخصوصا إذا كنا نحقق النصوص القديمة، فتجد في كتاب الفقه مسائل مبثوثة منتشرة في هذا الكتاب من القرآن وعلومه والسنة وعلومها واللغة وعلومها وما إلى ذلك. وإذا
كنت تحقق كتابا من كتب الفقه للمتأخرين، وجدت أيضا علوما أخرى كالمنطق وعلم الوضع وما إلى ذلك وعلم المناظرة وكذا وكذا. فإذا لا يمكن أن تمر هذه المسائل وهذه القضايا دون أن يلم بها من دخل باب تحقيق هذا الكتاب. هذه مفاتيح، هذه أدوات، هذه لوازم. هذا هو المحقق بمعنى الكلمة. والرعيل الأول الذي أشرت إليه من قبل بشيوخ المحققين والذين أسسوا قواعد التحقيق، هذا الرعيل كان بهذا القدر. فحينما نتحدث عن الشيخ شاكر وعن غيره، نتحدث عن هذه الموسوعية التي بها كانوا يقدمون على التحقيق. إذن الأمر الأول، الصعوبة الأولى، هي أن كثيرا من الباحثين يدخلون ميدان التحقيق بغير هذه البضاعة، وهم يفتقرون إلى هذا الزاد، فيصيرون العمل، يصيرون التحقيق عملا تقنيا صرفا ومجرد نقل لنص، ويكون هناك أخطاء كثيرة، ومن الصعب أن تضع يدك على هذا النص المحرف المصحف. ضمن هذا الزاد لا بد أيضا من اللغة العربية وعلومها. لا يمكن أن لأن علومنا الإسلامية، ولأن العلوم الشرعية التي هي أخص، كل ذلك إنما ألف باللغة العربية. وعاء علومنا كلها اللغة العربية، فالمحتويات والمضامين كلها أفرغت في القوالب العربية. فلذلك لا معنى أن يقدم الباحث لتحقيق نص فقهي أو من هذه العلوم التي نتحدث عنها وهو ما زال مفتقرا إلى معرفة قواعد اللغة العربية. إذن على كل حال، هذا أمر يطول الكلام فيه، ولكن لا بد من التنبيه إليه، ولا بد من هذه الوقفة حتى نرجع إلى الأصل، وهو أن التحقيق ليس هو آخر ما يرجع إليه. التحقيق العلمي ليس هو أسهل الأعمال العلمية، فكثير من الباحثين قد يختارون التحقيق في رسائلهم ظنا منهم أن هذا التحقيق أسهل الأعمال، غلطوا وأخطأوا. فالتحقيق من أعقد الأعمال وأعوصها وأصعبها وأحوجها إلى أكثر ما يمكن من الزاد العلمي. الأمر الثاني، التخريج والتوثيق. طبعا التخريج يتعلق بالنصوص الحديثية، والتوثيق يتعلق بالنقول الفقهية وغيرها من النقول العلمية. الكتاب المراد تحقيقه لا شك أنه قائم في محتواه على نصوص شرعية وعلى أقوال علمية ونقول فقهية، ولا يمكن الاستفادة منه إلا إذا ثبتنا هذه النصوص وهذه النقول. فالأحاديث النبوية طبعا منها الصحيح ومنها الضعيف، ومنها المتروك والواهي، ومنها الموضوع. فلا بد من تخريج الأحاديث بالطريقة العلمية المعتمدة على قواعد التخريج. والنقول والأقوال
أيضا لابد من توثيق نسبتها إلى أصحابها من الأشخاص ومن المذاهب ومن الجماعات، لابد من توثيق هذه الأقوال ليقع الاطمئنان إليها ولنتعامل معها على أنها صحيحة واردة لا مراء فيها. فإذا المحقق يتبعه كل هذا العمل. وفي الحقيقة حتى الباحث الذي لا يحقق نصا، حتى الباحث في الفقه في أي موضوع من الموضوعات، الباحث الأمثل هو دائما محقق، لأن الباحث أيضا يعتمد على نصوص وعلى أقوال وعلى نقول، فينبغي أن لا يأخذها كما هي، ولا سيما إذا لم ينعقد عليها الاتفاق ولم تصادف القبول. فإذا كانت هذه النقول وهذه الأقوال يعني قد تلقتها الأمة بالقبول ولا أحد ينكر عليها، إذن هذا نوع من التوثيق. لكن فيما سوى هذا فينبغي أن يحقق القول الذي يبني عليه، وليس كونه غير مشتغل بتحقيق النص فهو معفي أبدا. يجب أن يحقق جميع الأقوال والنصوص التي يبني عليها وينطلق منها ويعتمد عليها، فضلا عن الذي يشتغل أساسا بتحقيق النص. إذا هذه من الصعوبات، من أخطر الصعوبات، وهو أن يلج الباحث باب التحقيق ويدخل من غير اعتناء بهذه النصوص وبهذه النقول. نحن نريد للتحقيق أن يأخذ طريقه العلمي. الأمر الثالث من الصعوبات أيضا أن النجاح في التحقيق والذي يضمن الوصول إلى المبتغى يفتقر ذلك إلى معرفة صاحب النص المحقق، لأن ذلك يسهل الأمر علينا ويغنينا عن الأقوال يعني قد تلقتها الأمة بالقبول ولا أحد ينكر عليها، إذن هذا نوع من التوثيق. لكن فيما سوى هذا فينبغي أن يحقق القول الذي يبني عليه، وليس كونه غير مشتغل بتحقيق النص فهو معفي أبدا. يجب أن يحقق جميع الأقوال والنصوص التي يبني عليها وينطلق منها ويعتمد عليها، فضلا عن الذي يشتغل أساسا بتحقيق النص. ثم إذا هذه من الصعوبات، من أخطر الصعوبات، وهو أن يلج الباحث باب التحقيق ويدخل من غير اعتناء بهذه النصوص وبهذه النقول. نحن نريد للتحقيق أن يأخذ طريقه العلمي. الأمر الثالث من الصعوبات أيضا أن النجاح في التحقيق والذي يضمن الوصول إلى المبتغى يفتقر ذلك إلى معرفة صاحب النص المحقق، لأن ذلك يسهل الأمر علينا ويغنينا عن كثير من المشاق والجهد. فإذا لابد أن يكون عند المحقق لكتاب من كتب الفقه علم ومعرفة بالمؤلف والمصنف، علم بزمانه بمكانه بفكره بمذهبه، مذهبه العقدي، مذهبه الفروعي، مذهبه
في ما له مذاهب من الأفكار والآراء والتوجهات، علم بمصادره وأصوله من الكتب والرجال. فإذا كانت عندنا هذه النظرة الكاملة فلا شك أن التعامل مع الكتاب سيكون أعمق وأدق، ولكن الوصول إلى هذا يحتاج إلى مشاق. الأمر الرابع أن كتاب الفقه لا شك أن فيه أقوالا فقهية ومذاهب فقهية، ومن الصعوبات أن يلم الباحث المحقق بهذه المذاهب التي قام عليها الكتاب أو التي هي موجودة في الكتاب، بحيث هناك نقول كثيرة وأقوال وخلافات وما إلى ذلك تنتمي إلى مذاهب متعددة، فينبغي إدراك هذه المذاهب ومعرفة هذه المذاهب لنستطيع توثيق نسبة الأقوال إلى هذه المذاهب. فما كان من الأقوال مالكيا فينبغي إثباته إثباتا علميا، وما كان من الأقوال شافعيا فكذلك، وهكذا وهكذا. هذه صعوبة الاستهانة بها تجعلنا لا نحقق نسبة الأقوال إلى مذاهبها، وننسب إلى المالكية ما ليس له، وما أكثر ذلك، ما أكثر ما نسب إلى المالكية وإلى الحنفية وإلى غيرهم ما هم براء منه. من أشهر مثلا هذه المسائل ما ينسب إلى المذهب المالكي وإلى مالك رحمه الله تعالى، من أنه يقدم القياس على الخبر عند التعارض هكذا بهذا الإجمال دون تحقيق المسألة. ومالك رحمه الله تعالى أولا ما صرح بشيء في هذه المسألة، ليس هناك كلام ورواية عن مالك في هذه القضية أبدا، وإنما هي استنباطات، هذه واحدة. والثانية أن المذهب المالكي لم يتفق على هذه القضية قولا واحدا، فمالكية المدينة والحجاز عموما يقدمون الخبر، ومالكية العراق يقدمون القياس، ولكن المقدمون للقياس من مالكية العراق وغيرهم أي قياس يقدمون؟ نحن هكذا نقرأ ونكتب يعني ونضع المسألة هكذا على عواهنها بعمومها وإجمالها دون الدخول إلى تحقيقها. فالذين يقدمون القياس من المالكية كمالكية العراق وبغداد بالخصوص، لأن حينما نقول العراق بالنسبة للمذهب المالكي فنقصد بالدرجة الأولى بغداد، نقدم القياس القطعي ولا نقدم القياس الظني، يعني القياس الكلي الكبير، لا نقدم القياس الجزئي الذي هو قياس جزئية غير منصوصة على جزئية منصوصة، لا، نقدم القياس القطعي وهو المعضد بالأصل القطعي. فمثلا الحديث الصحيح الذي في البخاري إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه أو ببكاء أهله عليه، هذا خلاف القياس، هذا خبر صحيح ولكنه خلاف القياس، قياس الأصول. فقدم مالك القياس لأن القياس هنا أولا هو قياس الأصول، الأصل أن الميت ينبغي أن إذا كان ولا بد من أن يعذب أن يعذب بما كسبت يداه، هذا هو الأصل. فقدم مالك هذا الأصل على الخبر لأن هذا القياس معدد بالأصل القطعي وهو قوله تعالى ولا تزيد وزيرة وزيرة أخرى، وهكذا أمثلة كثيرة، عشرات الأمثلة من هذا النوع. فإذا حينما يقال إن مالكا يقدم القياس على الخبر عند التعارض،
إذا بقي الأمر هكذا عاما مجملا على عواهنه فسوف يجنى على مالك وعلى تلامذته ومذهبه. فإذا الأمور، الأقوال، الأحكام، المقررات الفقهية المنسوبة إلى المذاهب ينبغي تحقيقها والعلم بها والغوص في أعماقها وأغوارها، حتى لا ننسب إلى مذهب شيئا بعيدا عنه وهو منه براء. ما ينسب إلى الحنفية من أنهم يتعصبون إلى مذهبهم إلى حد ما ذكره الكرخي بأن الآية إذا تعارضت مع قول أصحابنا فيقدم قول أصحابنا لأنها إنما هي منسوخة أو معارضة أو كذا أو كذا. وانظر إلى هذا التعليل وحققه وادخل إلى أعماقه فستجد أنه لا عصبية هنا أبدا، مسألة علمية صرفة، بمعنى أن الآية إذا وجدت أصحاب الكرخي اللي هم الحنفية قد قدموا قد يعني قد خالفوا يعني الآية، إذا وجدت أئمة الحنفية قد خالفوا الآية، فمعنى هذا أنهم صاروا إلى الناسخ، تركوا المنسوخ وصاروا إلى الناسخ، أو هي عامة خصصت مطلقة قيدت، هذا هو مقصوده بالضبط، ولا يقصد يعني التعصب إلى أئمته الحنفية أبدا، وأمثال ذلك كثير. فالمحقق ينبغي أن يكون على علم بهذا. المحقق كما قلنا ليس وراقا، نحن نتحدث عن المحقق العالم. فإذا كنا نتحدث عن المحقق العالم، المحقق يعني بالمعنى العلمي، فإنه يجب أن يفرغ جهده لاقتحام هذه الصعوبة ولاقتحام هذه المشكلة. ثم الأمر الخامس هو مشكلة الخلاف الفقهي. الخلاف الفقهي وكيفية تحريره ثم كيفية تقديمه للناس، هذا أيضا أمر في غاية التعقيد، يحتاج إلى إزالة الخبال منه. أولا لأن يعني الثروة الخلافية، الأقوال الخلافية التي تعد بالآلاف المؤلفة ليست كلها تستحق أن تبقى. هناك قسم من هذه الأقوال والآراء والخلافات يجب أن يزول، يجب أن يزول، ولكن ما السبيل إلى إزالته؟ فقبل إزالته يجب معرفة أن نعرفه، يجب أن نعرف هذا القسم من الأقوال الخلافية الذي هو مقحم، خلاف غير معتبر، لا أساس له من العلم والقواعد والأدلة والحجج، فهذا ينبغي أن يقبض عليه وأن يعتقل ثم يقصى. فلا نبقي إلا الأقوال التي يحق لنا أن ننسبها إلى أشخاصها أو إلى مدارسها ومذاهبها وما إلى ذلك. هذا مشكل كبير، فينبغي أن يستشعر خطورته الباحث. الباحث ليس مجرد ناقل ولا مجرد كاتب ولا مجرد مسارع إلى إخراج هذا النص، قديما قال العلماء لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الخلاف الآن كثير، إذا عن طريق اللزوم المنطقي لم يسكت من لا يعلم، تكلم كثير من لا يعلم، فيجب تحرير هذه الآلاف المؤلفة من الأقوال الخلافية من الأقوال الضعيفة المقحمة التي لم تصدر عن ذوي العلم.
فإذا التحقيق من أخطر مشاكله، التحقيق في الفقه من أخطر مشاكله تمييز السقيم من الصحيح من هذه الأقوال الخلافية. وكتب الفقه في الحقيقة هذا قوامها، هذا صلبها، هو الأقوال والنقول والفهوم والاجتهادات وما إلى ذلك. ولكن مع الأسف يعني اختلط الصحيح بالسقيم والفاسد بغيره والمقحم بغيره، الدخيل بالأصيل. فالبحث العلمي في التحقيق يجب أن يميز بين هذا وذاك، وأن لا يقدم للناس نصا دون إشارة إلى ذلك، دون تحشية على هذا النص ببيان هذه الأقوال المدسوسة والمقحمة والتي لا حظ لها من النظر. وتتويجا لهذا، حينما نحقق القول في هذه الخلافات ونميز بين صحيحها وسليمها وسقيمها وفاسدها، حينما نفعل ذلك تبقى مسألة أخرى حتى هي مهمة أيضا، وهي الاشتغال بالترجيح، ترجيح بعض هذه الأقوال على بعضها إذا كان هناك سبيل إلى هذا الترجيح. ولا نعني بهذا أن يعني يرجح الباحث، ولكن نحن نقصد أن ينقل لنا هذا الترجيح ويثبته تثبيتا علميا. ثم الأمر السادس من أهم ما يدخل في صلب كتب الفقه التي نريد تحقيقها عنصر الأدلة والحجاج، عنصر الاستدلال. فلذلك من الصعوبات والمشكلات البحث عن مادة الاستدلال والحجاج في الكتاب الذي نشتغل بتحقيقه، ودراسة هذه الأدلة وبيان وجه الاستدلال بها عند المؤلف وما إلى ذلك. ثم الأمر السابع المصطلحات، الفقه مصطلحات وكل العلوم كذلك. فالمحقق أجدر بأن يستوعب مصطلحات الكتاب الذي يحققه، بل وعليه أن يفرد لمصطلحات الكتاب كشافا في الأخير، لأننا حينما نكون أمام نص حقق ومما دخل في التحقيق له وجود هذه المادة من المصطلحات مبينة مفسرة تفسيرا علميا قائما على دراسة الكتاب، بحيث كل تفسير وكل توضيح لهذه المصطلحات هو مأخوذ مما يريده المؤلف ومما قصده المؤلف، حتى لا نقوله ما لم يقل، وحتى لا نفرض عليه شيئا لم يقصده. فإذا هذا أيضا من الصعوبات، من المشكلات، أن يخوض الباحث في تحقيق كتاب فقهي دون أن يعتني بمصطلحاته، لأن العلوم كلها محتوياتها ومضامينها مختزلة في مصطلحاتها. فالمصطلح يعني اللفظة التي انتقلت من دلالتها اللغوية العامة إلى دلالتها العلمية الخاصة، هذه صار لها وضع خاص، صار لها يعني صارت لها يعني حمولة، صار لها ثقل ووزن، فهي تختزل معاني كثيرة. ثم إن المصطلحات تختلف من زمان إلى زمان وتتغير من زمان إلى زمان، فهذا كله ينبغي العناية به. ثم الثامن لغة صاحب الكتاب، هذه من أهم الصعوبات، وهي ما يتطلبه التحقيق من ضرورة
معرفتي لغة المؤلف على مستوى الإفراد والتركيب حتى يمكن أن نستفيد من هذا الكتاب ونشرح غوامضه ونصل إلى مراد المؤلف منه. ثم التاسع، لا بد بعد إخراج النص من الصبر على صعوبة استيعاب هذا النص والوقوف على مضمونه، لأن الذي اشتغل به وحققه أولا هو لا يمكن أن يواتيه الظرف والزمان مرة أخرى بأن يعيش مع هذا الكتاب هذه المدة الطويلة. ثانيا، قد تأتى له هذا الذي لا يمكن أن يتأتى بنفس المستوى والحجم لغيره، فلذلك ينبغي أن يستفيد من هذه المدة التي عاشر فيها هذا الكتاب، هذه المدة التي تقدر ببضع سنوات، ينبغي أن تنتهي به إلى استيعاب هذا النص وإلى معرفة كنوزه ومضامينه إلى أكبر حد ممكن. وأخيرا العاشر والأخير يتعلق بالجانب الشكلي، وهو من الصعوبات والمشكلات حينما يكون الكتاب ليس فيه إلا نسخة واحدة، فتزداد الصعوبة على الباحث. وكذلك قد يكون عندنا أكثر من نسخة، ولكن النسخ الموجودة عندنا كثيرة الخرم والسقط والمحو وما إلى ذلك وما إلى ذلك، هذا كله يحتاج من الباحث إلى ترميمه وإلى ملء الفراغ وإلى يعني ترميم الألفاظ والكلمات التي هي ممحوة أو مبتورة أو إلى آخره، وحتى كما قلنا العبارات والألفاظ والكلمات التي لا تقرأ كتبت بخط مغلق، فإذا ينبغي أن يكون مطلعا بهذه النسخ وبالكتب ذات الصلة، لأن الكتاب قد تكون بعض نصوصه وبعض فقراته مبثوثة في كتب أخرى، هذه من الصعوبة التي يجب أن يصبر عليها. وإذا التحقيق في كتب الفقه وفي غيرها على كل حال هو عمل علمي يحتاج إلى صبر طويل، يحتاج إلى نفس طويل وإلى عدة، ونحن نريد من شبابنا أن يشمروا عن ساعد الجد وأن يعودوا بنا إلى سالف عهدنا ومجدنا في خدمة تراثنا. صحيح يعني معظم هذه التحقيقات تكون في إطار يعني رسائل جامعية وطالب يعني محكوم بالوقت وبالمدة الزمانية، نعم، ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يكون هذا على حساب الجودة وعلى حساب العمل العلمي. فهذه الصعوبات وهذه المشاكل وهذه المشاق أعتقد أنها تهون على شبابنا القوي الذي له عزائم تفت الصخر. كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين.